السلام عليكم أصدقائنا متابعينا الحلوين الغالين علينا، تحياتنا لكم أينما تكونون. واليوم جيناكم بفيديو جديد. وأم جمال اليوم من الصبح قعدتني دوختني أكلت راسي. يابا معودة دخيل الله ودخيلك. شكو وليد الحق وليد الحق. يابا شكو بس فهميني غير أفتهم على مدعرف. بس تعالوا اقعدوا وشوف. يابا قعدت أنا أشوف. شوفوا جايب لها كم شغله من العراق هديه، يعني صوغه مكيفه بيه مكيفه بيه، وكل ساعه يقول هاي ريحه العراق وهاي ريحه العراق. دباعه يعني. شوف البهارات، بهارات جايبي لها بهارات المجمولي اللي هي تعشقها للبهارات مال البريان. لا صدق ريحتها يعني بهارات العراق تختلف عن البهارات اللي موجوده هنا. ابد هنا ما بيها ريحه قويه. بالضبط شوفها مال البرياني ومال الدولمه. خلي بعوني وين وديت البرياني والدولمه يابا ومال كبه. هم ذول العظامه يختارون مال الاكلات الثقيله. مال كبه وكركم ومال جيك مال دجاج مطحون. ما ادري مال الدجاج. وبعدين التمر هنا طبعا. هنا ما جايبين هاي حلوه عندها مال التمر. اي وهنا مبخره شيء بسيطه مبخره. وهاي مالتها وشموع مال زكريا هم جايبينها. كيفت بهاي الشغلات. هاي الشموع مال زكريا. شموع الزكريا. وين بقيت الغرض؟ شنو بقيت؟ النظارات العطور. هسه المهم نقول لهم. اي تجيبين خلي اقول لهم وقف طيبة جات. اقول لهم مرت اخويا شكرا على هاي الشغلات الحلوه ام منونه. وتسلمين وشكرا اللي جاب لي اياها الخطاب. اي والله خطاب والله خطاب ان شاء الله انجازك ان شاء الله بالافراح. اي والله. وانا مكيفه بهذه السوالف طبعا. طبعا هو خطاب مو غريب عنهم جمال. امه بنت عمه وابوه ابن خالتها يصير. خليني اشوفكم هديه اخويا علي والوليد. فتحياتنا لابو خطاب والخطاب والام خطاب. ان شاء الله. وخلي اشوفهم شغله هديه اخويا يعني. يلا تجيبيها يابا. هو غير اهم شيء مالي الغالي. تجيبيها اهم شيء مالي الغالي يابا. اكلت راسي اليوم ام جمال. قالت الهدايا وحكت الهدايا وسطت البضاعه ووسطت الصوغه. يعني لو ابسط الاشياء اني اقول اي فتشي احس لين ما دام من بغداد لا غير. بس هذا عطر دهن العود ريحته تخبل. وانا وليد نحب هاي العطورات. كلش كلش طيبه على ذوقه. ودز لي هاي النظارات. انا حمينه احنا وليده من عشاق المناظر. الله الله. شوفوا شنو رايكم بهم. والله الله تخفض. اعطيني مالتهم جمولي مو بس تجربين. خلانا لما اجرب. هم الوليد. جيبي. والله عاشت ايدك يا ابو منونه. احنا نشكرك طبعا. على ولو ما تقصر شوفوا يا بنت. تخبل. اخي الشغلات شنو مجمولي؟ اي يعني اختي دزت لي ومرت اخويا الثانيه فبنقول لهم شكرا لهم على الهدايا البسيطه والحلوه. ها تعال مرت اخوك شاب دزت لنا البهارات. مرت اخويا من لوك شنو؟ مطومه. اي شنو بعد؟ هم دزت لي هديه قلابيه. قلابيه. اشكرها. عاشت ايديها. وين وقف؟ خلينا نشوفهم شغلات البغداديه اللي وصلتني. يلا. هاي وياهن يابا. هاي وصلتني قبل فترة من شوفوا يا بهاي البغداديات. يعني صديقة امي جتي خالة ميسونة نقولها اشكرها. وهاي دزت لي يعني كلش حلوات يعني وصلني شوفوهن. لا شوية هنا من مباوع علي نحس نفسنا مثلا من اباع الخارطة احس نفسي بالعراق. دباع هنا من نجم الويس. يعني اي هنا عندنا بابل. ها يعني وهنا الشواكة. لا اي ما انا احب الجيمر. تحب الجيمر جابت مال الجيمر ام جمال. يعني الشواكه والصدريه وهاي المناطق الحلوه البغداديه القديمه. وهاي انا ام جمال هنا برمضان ايش لعبك بيها قامت تتحرك. طبعا ماكو هيك مشاكسه. يعني وهاي شنو مكناسه؟ ها مكناسه مال قبل كنسوا بيها السطح الحوش. صحيح يعني شغلات حلوه. شغلات حلوه لان انت حلوه. يلا خلينا نشوفكم السندانه. السندانه هاي هم جت وياهم؟ لا هاي تجي. هاي جبت لها لمجه اجيب اللون اللي هي تحبه. جبت الاصفر. حلو حلو شكلها حلو. وليد قلت لهم على ثوم العجل؟ ها ثوم العجل ذاك اليوم قلت لكم عليه. طبعا هم ثوم عجل جايبيننا. ونشكرهم طبعا. فهذا يتنقع يوم يومين ماكو مشكله بعدين ينغسل يرجع ينغسل ويتخلى بشيشه او بعلبه وتخلون الخل
يوم يومين تاكلوا من عنده فتشي مو طبيعي. دبع وليد لابس بيصوروا يا شو ولا لابس المناظر وليد احلى شيء بالمناظر. هسه نقول لهم اليوم ايش راح نسوي غدا؟ يلا تقول لي لهم على الغدا يا بي. هسه بعد ما نفكر ايش راح اسوي. لا مجمول جبت لك لحم. اليوم نسوي كباب مال كباب دجاج. كباب دجاج يعني مال طاوة. هذا من نواشف. نواشف وسوي كباب على مدماتين يستفادون من عنده شلون سويتي الطريقة. إن شاء الله. حلوة طيبة. وجاينا رمضان الأكلات والحلويات. هسه راح أسوي الكباب وأجهز المواد. هاي هنا عندي ثرمته صدر الدجاج وهنا حخلي فلفل وطماطة وراس بصل وأخلي البهارات غير الفلفل الأسود والملح فقط. مو راح اخلي طحين، راح اخلي شوفان، اخلط شوفان شوفون يعني شيء قليل مو كلش هوايه، ثم بالخلاطه اخلطه بالخلاط واضيفه بدل الطحين، راح اشوفوه وجربوا طريقتي ويكون طعمه كلش طيب. استنى بالشكل ما كلش هون انا كلش هون خشن وسط بهذا الشكل. وهنا أنا هاي المواد ثرامتهم راح أضيفه هذا الشكل هايته ورا ما خلطتهم وهذا شكله. وطبعا ريحة الشوفان تخبل وحتى من أثناء العجن يعني حلو يعني أول مرة أجربه. وهسا نشوف الطعم مالته. هنا أنا سويت فنجر سويت كبولة اليوم نواشف عجبنا شوية نغير بهالشكل. نشوف الخلطة هاي هنا أنا سويتها أخبل طعمه أدخل كلش طيب. شوف هلا يعني هاي بكتر كله طيب. جربوا طريقة ما تخبل الله عجبني كلش. هذا كباب. كباب طبعا. هو هسه اصدقائي مثل ما شفتوا نهايه هذا الفيديو مالتنا وان شاء الله الفيديو مالتنا يعجبكم وان شاء الله طريقه الكباب مالتي جربوها كلش كلش طيب 100 100. اي والله يعني كلش طيب والله. جربوها وشوفوا شو راح تقولون على الكباب طعمه. وانصحهم بالشوفان تخلوه بدل الطحين احسن وطعمه طيب وريحته متخبل. بالضبط. ونقول لهم اشكر كل من جاب لي الشغلات العراق. الصاغه الجميله ها؟ اي والله اشكرهم واشكر اهلي على الهدايا البسيطه الحلوه. ونقول لكم ان شاء الله الفيديو مالتنا يعجبكم ومع الف سلامه. باي باي.